بسم الله الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وحسنة وقنا عذاب النار رب الجنات والنار. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة تسكون توهم بصلوتهم وفي سعيهم بالليل والنهار ما يعرفوا كان عمل الأشرار ما عندهم حتى تعليم. يعني كل شريرة يصلني وإلا لا بقاء لك في هذا العالم. عندهم العالم هذا يملكونه دون الله وهم الأغنياء والله فقير. يعني قلبين الحقائق بالتمام والكمال الصهاينة اللي انتم تتبعوا فيهم كلاب الكرب اللي منبطحين جزائهم ودائما تخطب ودهم دائما تزدونهم شيء كجملة ولا نسبة كبيرة من الأموال اللي بتخذ وترجع على أهل الإسلام. انتم من السراق الكلاب وما مهارتكم في السرقة بس البعض الأكثر منها تعطيها لأعداء الإسلام حتى يستقوا على أهل الإسلام وإن قل عددهم وضعفت عدتهم. لكن على كل حال أهل الإسلام منصورون من لدن رب الإسلام. حبوا يفكروا هذه حقيقة لا يمكن أن تطفئوا نورها أو تلغوها من وعي الأحرار والحرائر. نسأل الله السلامة.